صمود، طاقة اسمك رقم 5، طبعه ترابي، كوكبه عطارد، يوم السعد الأربعاء، الحجر الكريم الملائم العقيق، الصورة القرآنية المناسبة هي سورة الشعراء. أسماء الله الحسنى الخاصة بشحن طاقة اسمك: يا سلام، يا متكبر، يا وهاب، يا خافض، يا مذل، يا بصير، يا حكم، يا عدل، يا متين، يا محيي، يا واجد، يا مالك الملك، يا بديع، يا باقي، يا وارث. أنت إنسانة ذات كبرياء عالي، عزيزة النفس، سخية الكف، متواضعة، واثقة من نفسك ومن قدراتك، ذات شخصية قوية وقيادية، تهتمين بتفاصيل الأمور، محبة للفرح والمرح، صبورة، لديك القدرة على تحمل الظروف الصعبة ومواجهتها والتغلب عليها بإذن الله، تكرهين الملل والروتين، محبة للتجديد. تحملين 3 عناصر في اسمك: عنصر التراب، وعنصر النار، وعنصر الماء. سباقة دائما لعمل الخير، لديك صفر في حياتك، تعترضك بعض العكوسات والنحوسات في حياتك العملية والأسرية، وتواجهين بعض الأزمات العاطفية. لا تعتمدين على الحظ ولا يخدمك في كثير من الأمور، عليك بالجد والاجتهاد لتحقيق أهدافك وطموحاتك. تملكين حرف المال في اسمك، وإن شاء الله تعيشين حياة سعيدة وكريمة. والله أعلم، والله الموفق.